مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانيه في النور. طبعا كارثه حادثه قطرين اسكندريه وخروج قطر المنصوره عن مساره ومشاكل السكك الحديد في مصر تستوجب انه نناقش ده مع احد اساتذه النقل والطرق. بيشرفني جدا وجود الاستاذ الدكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل بكليه الهندسه جامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بسيادتك وبالمشاهد الكريم، اهلا وسهلا. دكتور حسن، بدايه تقييم حضرتك لحادثه اسكندريه، وهل هي تختلف عن الكوارث الكبرى اللي تعرضنا ليها في نفس المرفق ولا؟ يعني بداية بنقدم تعزينا للشعب المصري كله في من توفوا في هذا الحادث الأليم اللي يعد حادث كارثي نتج عنه عدد كبير من المتوفين ومن المصابين، ونتمنى من الله سرعة شفاء المصابين. زي ما قلت لحضرتك، الحادث يصنف بأنه حادث جسيم أو حادث كارثي. هذه الحوادث التي تتكرر وتطلع علينا بين الحين والآخر هي عرض لمرض هو يعني أساسا ترهل وسوء إدارة وسوء منظومة السكة الحديد في مصر. السكة الحديد كانت تاني أقدم سكة حديد على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، دلوقتي احنا ترتيبنا رقم 78. طبعا ده مش مفاجأة، لكن ده نتيجة لما مرت به من عقود من الإهمال وعدم الصيانة وعدم الإحلال والتجديد والتدريب والاعتداء على حرم السكة الحديد ومزلقانات عشوائية ونظم إشارات وتحكم يعني أصبح منتهي وغير مستخدم في كل دول العالم. كل هذه الأشياء مجتمعة هي حصيلة ما حدث يوم الجمعة وما تحدثت حضرتك عنه اليوم، من كانت هناك كارثة محققة لولا أن هم تداركوا الأمر، لأن كان في قطرين على نفس الخط في اتجاهين متضادين، إلا أنه الحمد لله يعني بستر من الله تم تدارك هذه الكارثة. فإحنا بنقول أن عندنا مشكلة في إدارة السكة الحديد كإدارة، لأن إحنا محتاجين هذه الإدارة يتم هناك تطوير فعلي في نظام الإدارة قبل ما ندور على إيه التطوير اللي هنعمله في البنية الأساسية، وقبل ما ندور على مين اللي هيتغير ويبقى بداله مين. بالظبط، أنا محتاج أغير الفكر، أغير الأسلوب اللي شغالة بيه السكة الحديد وأطور من نفسي قبل حتى ما أدور. إن أنا لأن دايما كانت ما يقال إن إحنا طالبين موارد وإن الدولة ما بتديناش الموارد اللازمة للتطوير، وإن تطوير السكك الحديد عايز مليارات. تمام، فأنا قبل ما أأخذ بهذا الكلام لابد إن أنا أطور الفكر. وأنا يعني ضربت مثل بسيط، قلت أنا كمستثمر لو رحت للبنك وقلت له عايز أقترض علشان أعمل مشروع، من الطبيعي انه هيطلب مني دراسة جدول المشروع ويقول لي ايه الخطوات الفنية ويجيب ناس بتفهم في المجال اللي انا عايز اقترض من اجله ويقعدوا يناقشوني، لان هو عايز يضمن ان ما سيتم دفعه من قرض سيعود اليه مرة اخرى وان المشروع مش هيفشل. فنفس الكلام انا بقول لحضرتك، السكة الحديد قبل ما نديهم، افرض ان الدولة جدلا معاها ال 45 مليار وبكرة الصبح هنحولهم للسكة الحديد، هل هناك خطط وهناك مشروعات محددة ولها مردود وأولويات موجودة حتى يتم صرف هذه الميزانيات أو ما هو مطلوب من أموال للتطوير في المجال بشكل سليم؟ ده سؤال لابد أن احنا نحله بأن احنا نطور فكر الإدارة ودون النظر إلى أفراد. يعني الموضوع ما يبقاش مرتبط برئيس هيئة سكة حديد أو بوزير، ولكن مرتبط بنظام يتم وضعه وخطة مستقبلية. هذه الخطة لا تعتمد على أفراد، وكل واحد بيجي بيقضي جزء من هذه أو بينفذ جزء من هذه الخطة حتى تكتمل المنظومة. ما حدث يوم الجمعة الماضية، إذا لم يكن هناك يعني إصرار على تطوير الفكرة الذي تدار به السكة الحديد قبل البحث عن الميزانيات وعن الموارد المطلوبة لتنفيذ البنية الأساسية، أنا عايز أغير الفكر الأول، وبالتالي نقدر ان احنا نتجنب مثل هذا الحادث الأليم. فيما يخص التطوير المطلوب ان هو يتم، زي ما قلت لحضرتك احنا استأذن حضرتك بس يعني علامة الاستفهام اللي طرحتها على سيادتك ما زالت قائمة، وهي فيما يختلف هذا الحادث نوعيا عن الكوارث اللي حصلت قبل كده. هو حضرتك لا يختلف، وحجم عدد المصابين والقتلى يصنفوا بأنه حادث جسيم، وهذه الحوادث ما حدثت مسبقا وما حدث يوم الجمعة وما كان من الممكن أن يحدث اليوم هي أعراض لمرض.
هذا المرض هو شيخوخة وترهل مرفق السكة الحديد. طب خليني أسأل حضرتك، هل عدم تطوير هذا المرفق كان إهمال ولا كان عمد ولا كان سرقة ولا كان ايه بالظبط؟ هو كان تأجيل لمشاكلنا زي كل مرافق الدولة. الكهرباء لما بدأنا بعد ثورتين كانت الكهرباء بتقطع 5-6 مرات في اليوم وكلنا عانينا من هذا الكلام، لكن الدولة عندها إصرار على مواجهة مشاكلها. أي. وبالتالي مرفق زي مرفق الكهرباء النهاردة بقت الكهرباء موجودة. أي نعم هناك ارتفاع بسيط أو تحريك في الأسعار، لكن ده كان عشان نجيب محطات توليد كهرباء عملاقة، وعلشان نجيب وقود لهذه المحطات لابد من أن دون يكون مصاحبه شيء من تحريك الأسعار، وده منطقي جدا علشان نقدر نستمر في الخدمة. فنفس الكلام فيما يخص السكة الحديد، كان هناك تأجيل للمشاكل علشان في ناس هتيجي تقول طب ما هي كانت ماشية قبل كده. هي كانت ماشية بأن أنا ما بعملش إحلال وتجديد، ما بعملش صيانة، ما بعملش تدريب. ما كانش في بند في الميزانية بتاعت الدولة للإحلال والتجديد والصيانة، ولا كان فيه والفلوس دي بتتسرق؟ لا، هي حضرتك هيئة السكة الحديد مرفق خدمي وقطاع نقل الركاب على مستوى العالم لا يهدف إلى الربح، ولكن لدينا في السكة الحديد ما يمكن أن يمول ذاتيا الخسائر التي تخسرها السكة الحديد في قطاع نقل الركاب، وهو نقل البضائع. قطاع نقل البضائع يمكن أن يكون مصدر تمويل جيد. معلش حضرتك بترجعني لسياسات الإدارة. أنا بتكلم عن ما مضى. إحنا خلاص سلمنا بأن الإدارة كانت سيئة ومش عارفين نستفيد من مواردنا. الموارد دي، هذه الموارد أين كانت تذهب مع ما يخص النقل من ميزانية الدولة؟ أنا جاوبت بس ستك ما خدش بالك. أنا قلت لحضرتك أن ما كان يصرف على السكة الحديد كان جزء منه كبير جدا بيروح لتدعيم حركة نقل الركاب، لأننا حركة نقل الركاب مدعمة. لو اتكلمت على التذكرة الفعلية لقطر زي الفي آي بي اللي بيروح من القاهرة لأسوان، تكلفتها تتجاوز 800 جنيه. لا، ما احنا عايزين توضيح لده، لأن المواطن فاكر أن التذكرة بيدفع حوالي 150 جنيه، فاكر أنها غالية. لا، ده قطار حتى الفي آي بي أو العادي ده مدعم من الدولة زيه زي البنزين وزيه زي البوتاجاز وزيه زي الكهرباء المدعمة. فالدولة بتدعم وبتخسر. فما بالك بقى التذكرة اللي بخمسة جنيه وبعشرة جنيه. الله ينور عليك. النهاردة السكة الحديدة عشان برضو المواطن الكريم يبقى عارف، احنا بننقل 1.4 مليون راكب يوميا، يعني في الشهر بننقل تقريبا 45 مليون مواطن. ده معناها ان السكة الحديد قطاع حيوي وعصب للنقل، ما اقدرش ان انا استغنى عنه، لان هو منافس وارخص من وسائل النقل الأخرى زي الميكروباصات والأوتوبيسات وخلافه. لكن أنا عندي مشكلة أن أنا بخسر. بخسر نتيجة أن أنا كمرفق خدمي الدولة لا تهدف منه إلى الربح بل بتدعمه. النقطة الأخرى أن أنا عندي عمالة كثيفة، عندي 54 ألف مهندس وموظف وعامل داخل السكة الحديد. هذه العمالة بتستهلك جزء من الميزانية في المرتبات. جزء ليس بالقليل. وبالتالي أنا لما بهدف للتطوير أنا بقول أن أنا عايز أطور علشان أقدم خدمة جيدة، وفي نفس الوقت علشان أنا كدولة يعني لا أثقل كاهلي بموضوع الدعم والخسارة، بقول عندي البديل. البديل يعني هو قطاع. مش من ضمن اقتراحات سيادتك. أنا عفوا طبعا أنا مقدر أن أستاذ الجامعة بيبقى مرتب نفسه على أنه يقول محاضرة كاملة، بس اسمح لي لأنه بعض التقاطعات بتبقى واجبة. يعني دلوقتي حضرتك مش بتدعو لأن التذاكر تغلى قد ما بتدعو أن السياسات رشيدة في الإدارة. صحيح. تجيب من موارد البضائع تصرف على. تمام. انا اتفق معك تماما، وهو ده اللي انا اقصده بالفعل. وحضرتك يعني اوجزته بشكل جيد. انا بقول ان قطاع نقل البضائع ده مصدر يعني يعتبر كنز في السكه الحديد. لو انا شغلته وقدرت ان انا اعيده الى دوره الحقيقي، يبقى في الحاله دي هيدخل لي فلوس. هل هو يا فندم ما بيجيبش فلوس ولا انا بطلب منه فلوس قليله؟ لا ولا بيجيب فلوس وبتتسرق؟ معلش انا مصر على الحته دي. لا ما بيجيبش. ليه؟ لان هو متهالك، ونسبه لو اتكلمنا عن الشير بتاعه أو نصيبه هو بيشيل 2% من حجم ما ينقل من بضاعة على مستوى الجمهورية. وممكن يشيل قد إيه؟ والنقل البري بيشيل 99.4%، والباقي النقل النهري والنقل البحري. لكن أنا بقول لحضرتك في دولة زي روسيا، أنا كان في التسعينات يعني من 10-15 سنة أو يزيد، كان في محاضرة أو ندوة بيديها أستاذ من جامعة روسية، فأنا سألته سؤال لم أكن أسأل السؤال للتعجب، ولكن أنا بسأل للعلم. يعني بقول له نصيب السكة الحديد عندكم كام في نقل البضاعة؟ قال لي 84%.
84%، انت عند حضرتك 0.2%، يعني تقريبا اقرب للصفر. فليه هي اقرب للصفر؟ لان حضرتك انت عندك المرفق متهالك، طاقه الجر غير موجود غير تقريبا 40% منها، جرارات بتعطل بتطلع على الخط عشان ينقل بضايا، يعطل في السكه. عندنا السكه الحديد مربوطه بالمواني نظريا لكنها غير مفعله، والنقل البري هو اللي بيستحوذ على نقل البضائع من المواني. لو انا فعلت ربط السكه الحديد بالمواني البحريه، فعلته بمعنى ايه يا فندم؟ هل القضبان موجوده والحاجات موجوده؟ بس انا عايز، ما انا قلت لحضرتك المنظومه والاداره، وان يكون عندي قطاع نقل البضائع ده قطاع مستقل داخل الهيئه. يحصل فيه ريفوليوشن كده، وندخل معانا القطاع الخاص كشريك، وانا لا اهدف الا الخصخصه. لكن القطاع الخاص لما بيخش في مشروع بيبقى عينه على الربح طبعا، وعشان يحقق ربح يمشي المشروع مظبوط. الله ينور عليك. هيهدف للسستينابيليتي، الاستدامه والصيانه والتدريب، كل ده هيبقى من اهتمامات القطاع الخاص. ليه؟ لانه بياكل منه عيش، هيكسب. صحيح. من وراه. صحيح. انا كدوله مش عايز اكسب، ماشي، بس هيكسب الناس اللي هتشتغل دي العيش برضو. يبقى احنا هنبقى ايه؟ سياسه نفع واستنفع. بالظبط. يبقى هي وين تو وين سيتويشن. ادخل القطاع الخاص معايا في نقل البضائع، ندخل سياسه النقل من الباب للباب، ودي موجوده بره. لو انت حضرتك صاحب مصنع او عندك بضائع في المينا، تتصل بشركه الشحن او شركه النقل، انا عندي بضائع بالشكل الفلاني. يا فندم ده انت لو مسافر اي محافظه تقدر تحط عربيتك على السكه الحديد وتاخدها تستخدمها، بدل ما تستخدم تاكسات او مواصلات، وتاخدها تاني، وتبقى انت راكب القطر عادي جدا ومرتاح، وفي نهايه الرحله بتاخد عربي. ده موجود. انها ليست بدعه يعني. يعني فندم حياتك تقصد انه طاقة قضبان السكك الحديدية والعربات والجرارات اللي عندنا قادرة على عمل ده، ولا ده هيستوجب ان انا اعمل كيلومترز جديدة من القضبان؟ لا، هي مش هنشئ خطوط جديدة في الوقت الحالي، بس هعمل ابجريد للي موجود واشغله. هطور واشغله بإدارة حكيمة وإدارة رشيدة. يعني لو سألت سيادتك سؤال، اتفضل، وحضرتك متعود انك تحط اسئلة امتحان. لا اتفضل. لو سألت سيادتك قلت لك كم في المية من طاقة السكك الحديدية في مصر شغالة دلوقتي ومفعلة؟ في قطاع نقل البضاعة 40%، وفي نقل الركاب 60%. رقم قليل طبعا جداً جداً. واحنا عندنا كمان مشكلة، ان انا لما باجي اقول ان انا عندي طاقة جر قليلة، فالحل ان احنا نقول ايه؟ طب ما احنا بنستورد جرارات. انا يا فندم ما عنديش مشكلة ان انا استورد جرارات، لان انا ما عنديش التكنولوجيا اللي اصنع بيها جرارات. تمام. لكن لما اجي اعمل صفقة استيراد لجرارات، يبقى من ضمن الصفقة ان لازم الشركة المصنعة اللي هتورد لي الجرارات تورد لي معاها كمان التدريب والنوها، وانها تعمل لي ورش للصيانة عشان ما اخدش الجرارات اشتغل بيها سنتين ثلاثه وعيط جنبها. صحيح. يبقى لازم اروح ادفع لهم تاني، عشان اقول له تعالى عشان اعمل لي امارات وبالعمله الصعبه. يبقى انا احط شروط جوه العقد ان انت هتورد لي ازاي اعمل صيانه، وهتدرب لي العماله بتاعتي، وتعمل لي ورش. اصل استيراد الجرارات ده بمليارات، مش برقم صغير يعني. الجرار الواحد بيتكلف له من 20 ل 25 مليون يورو. يعني من حقنا نفرض شروطنا يعني. طبعا. وانا النهارده حضرتك حتى لو بطور بمنح او بقروض، مش معناها ان انا اعطاتي راسي واللي هم عايزينه يعملوه. لا، للأسف. أنا المفروض أن أنا ند معاهم، لأن أنا لو باخد قرض فأنا ملزم بأن أنا أسدد القرض، وأنا بدفع لهم. يبقى أنا أخد حقي بقى. صحيح. أخد حقي حتى لو بدفع بالتقسيط، لكن أخد حقي. أو يجيب لي ورش، يعمل لي عمالة تدريبية. ده أنا كنت بطمح أن من ضمن الصفقة يبقى فيها شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع أو الإنتاج الحربي، أن بعد شوية أنا نصنع عندنا، وهو يبقى معايا برضه. أو ما أقدر أخد الكلام يعني ده. يعني سنة سنة أبقى أنا بصنع بنسبة أكبر. خدت سر الصنعة. الفكر هنا. وممكن ادي بقى لافريقيا، ممكن اجيب زي مصر للطيران ما واخده لايسنس انها بتعمل عمارات محركات عندنا. فممكن انا في وقت من الاوقات اعمل عمارات للقاطرات من دول الخليج، من دول افريقيه، وزي تصنيع السلاح. ما احنا تصنيع السلاح فكرنا بالاتجاه ده. احنا اقدر ان انا امشي، بس هي الفكر المطور اللي بيفكر خارج الصندوق. خلي بالك يا فندم، انا ضربت مثال. انا كشخص لو عايش في منطقه عشوائيه، بعد شوية من كتر ما عيني بتيجي على مناظر من مخلفات وأشكال غير جميلة أو قبيحة، هتلاقي اعتدت على كده بقى. ده بالنسبة لي شيء عادي طبعا. امتى بقى يقول لي ده انت ازاي مستحمل الكلام ده؟ لو جه حد من بره عشان يزورني يقول لي ايه اللي انت فيه ده؟ انت ده معناه ايه؟ معناه اللي عايش جوه المشكلة مش هيبقى عنده الرؤية انه يطلع منها، لانه هو خلاص من كتر ما عاشها على مدار عقود اعتاد عليها. يعني كيف ينطبق هذا على مرفق السكة الحديد في مصر؟ اللي عايشين جوه مرفق السكة الحديد عايشين بنظام للإدارة
قد يكون هذا النظام غير صالح للوقت اللي احنا فيه. طب هل يا فندم بس هو شايف تمام، هل حل ده انه ان انا اجيب مثلا مكاتب اداريه تطور لي الفكره ديت، ولا استعين باساتذه مثلا الطرق والنقل اللي موجودين في الجامعات المصريه، ولا ايه بالظبط الحل؟ ان انا اجيب معايا شراكه مع جهات بحثيه، مش لازم من مصر، لكن ممكن الناس اللي بشتري منهم الجرارات، ما هم دول شركات بتنتج وعندها باع طويل في السكه الحديد. زي ما كنت بطالب بان هم ييجوا يعرفوا الناس يعملوا صيانه ازاي ونعمل ورش للصيانه. اكيد في نظم للاداره، مش اكيد ده يقينا في نظم الإدارة. الإدارة بتاعي يعني أنا كأستاذ في الجامعة في حاجة اسمها عندنا مراجع خارجي. أنا لو قيمت نفسي هقول لك ده أنا أحسن واحد في الدنيا، إنما مطلوب مني كل سنة إن بيجي حد يبص على المحاضرات اللي أنا بدرسها واللي أنا بقوله للطلبة ويقول لي لا خد بالك من كده. ده بيحصل في الجامعات المصرية. بيحصل في الجامعات المصرية عشان ناخد الأكريديتيشن والجودة والاعتماد. ده بيحصل. تمام. بيحصل دلوقتي، ومفيش سنة بتمر إلا لما بيحصل ايفالويشن، مش بس تقييم. للطالب التقييم ده كمان للأستاذ. وحضرتك بتنادي بإن ده يحصل لمرفق السكة الحديد بقياداته. ولكل مرافق الدولة. ولكل مرافق الدولة، مش فقط في السكة الحديد، في المستشفيات. لو أنا أدير مستشفى أنا شايف إن أنا بعمل اللي عليا، ولو جيت تكلمه مدير المستشفى يقول لك هو أنا أعمل إيه أحسن من كده. طيب عايز أسأل حضرتك على حاجة. النهاردة مثلا أقيل رئيس هيئة السكك الحديد، وقيل أنه هو قبل استقالته. قبل استقالته يعني أقيل يعني ما دل يعني دل اللي أنا قريته يعني. التانية كانت تبقى استقال. حتى بعض الناس قالت يعني في ظل أن وزير النقل بيعترف أن في قصور في الإمكانيات، فلماذا يقال رئيس هيئة السكك الحديد؟ أنا ما عنديش رد على السؤال. أنا لقيت الكلام ده تعليقات يعني بقراها على وسائل التواصل الاجتماعي وأنا جاي لحضرتك. أنا الإجابة اللي عندي أن هناك مسؤولية مباشرة على من تسبب في الخطأ بشكل مباشر، لكن هناك مسؤولية سياسية على رئيس هيئة السكة الحديد وعلى قيادات الوزارة، لأن هناك بحكم ان هو رئيس هيئة السكة الحديد هو مسؤول عن العمالة اللي موجودة معاه ومسؤول عن من يعمل تحت اشراف. طيب السؤال، اسمح لي اطرح على حضرتك السؤال. حضرتك جاوبت السؤال اللي حضرتك. لا تحت يعني. عمرك. السؤال هو يعني هل هذا كافي؟ انه احنا عندنا ما كانش عندنا مسؤول بيستقيل، ولما يبقى عندنا وزير بيستقيل او بيقال، هل ده كافي؟ ما هو بيعترف اصلا زي ما حضرتك تفضلت ان في مشاكل وان في تقصيرات وان في بلاوي. طبعا احنا بنفرق المشاكل والتقصيرات لكذا نوع يعني. مثلا الفيديو اللي هو الشهير القريب بتاع سواقين القطر اللي كانوا بيشربوا مخدرات وبيرقصوا واللي اتقبض عليهم، ده حال جزء مش قليل من اللي بيشتغلوا في السكة الحديد، ولا حضرتك تختلف معايا؟ لا ابدا، اتفق معاك تمام. يبقى اذا هو عينة. يبقى اذا هو السؤال الى اي حد يعني تتحدد مسؤولية هؤلاء الكبار، خصوصا اللي بيستقيل بيبقى كبير، الصغير عمره ما بيستقيل. وهو زي ما قلت لحضرتك هناك مسؤولية سياسية، لأنه قابل هذا المنصب وأصبح كل شيء بيحصل في المرفق دون هو تحت إشرافه وتحت إمرته. تمام. إذا كان هو شايف أن اللي بيحصل دون في مشكلة، يبقى هو كان يجب عليه أن يبادر بالإصلاح ولا ينتظر أن تحدث الكارثة. وإحنا ما عندناش البرو أكتف أبروتش، الأسلوب الاستباقي أن أنا أمنع الكارثة قبل حدوثها، ده مش موجود في مصر والحمد لله. يعني دايما بنستنى لما بتحصل مشكلة ونجتمع جميعا على قلب رجل واحد لحل المشكلة. بس اللي بيجرب المنصب السياسي يا فندم بيكتوي بنار المنصب السياسي، بيلاقي نفسه بيدفع ثمن عقود سابقة، وإلا بقى ما كناش هنلاقي وزير، لأنه كل الوزارات عندنا وكل شركات القطاع العام وبعدين بيبقى فيه وعود معينة إن إحنا هنمسك لك الفاسدين وإن إحنا هنساعدك تحط رؤيتك الجديدة، بيدخلوه بحر ويسوه. وإن أنت عندك فكر جاي من خارج الصندوق، ما إحنا جربنا يعني وزارات كتير قوي كان بيبقى على رأسها ناس من خارج الوزارة، وكان بيبقى يا إما رجل أعمال ناجح يا إما أستاذ جامعة يا إما وفي الآخر بيأدي نفس المصير. هو بيخش في سيستم عقيم. بيخش في سيستم عقيم، وهو كمان مش عايز أقول بيستخدم، لكن عايز أقول مش هقول بيستخدم، لكن عايز أقول إن هو بيحاط بشبكة عنكبوتية من الفساد ومن السرقة ومن الرشوة ومن هي كده وطول عمرها ماشية كده، بس سيادتك امضي كده. صح ولا غلط؟ كلامك مظبوط 100%، وانا حاسس انك كما لو كنت معايش القيادات اللي موجوده او الوزراء، لكن انا بقول لحضرتك ان الحلول موجوده. يعني انا النهارده لما بدخل في مكان وانا على يقين ان اللي فيه ترابل ميكرز او صانعي مشاكل، بلاش نقول
فسد او حراميه. يبقى هبتدي اقيم واقوم، وما اقدرش ان انا اقول كل اللي حواليا خونه. صلاحيات يعني قبل ما يمشي قانون الخدمه المدنيه، ما كانش عند حضرتك دلوقتي صلاحيات دلوقتي بقانون الخدمه المدنيه فيه. ونقدر ان النهارده ان زي ما حضرتك عارف في اي دوله بره، وكلنا نعلم ان البقاله الافضل وليس للاقدم. صحيح. وان اللي بيشتغل بياخد حقه وبياخد بونص وبيترقى وممكن يبقى اصغر سنه. صحيح. ايا كان سنه بالظبط. رئيس وزراء انجلترا كان اعتقد مواليد 72 يعني. يعني بنتكلم وفرنسا دلوقتي انجلترا عامله بلاوي. انجلترا النهارده بتفتح جامعاتها لمؤتمرات. صح. للاخوان المسلمين بيحضر فيها رموز الاخوان، وانجلترا كانت اول دوله انشات الاخوان وعملت حسن البنا. يعني النهارده بيحرضوا على مصر. ده صحيح. ده المحرضين على مصر قصر يعني، ربنا يحفظ مصر باذن الله يعني. لكن انا بقول ان المنظومه في ليس فقط في السكه الحديد، ولكن المنظومه في جميع مؤسسات الدوله لابد من ان يكون لها رؤيه واهداف. هذه الرؤيه والاهداف لا تتغير بتغير القائم على المؤسسه. يعني احنا عندنا مشكله ثانيه يا فندم. ان كل واحد بيجي بيقول اللي قبليه ده معلش ما كانش كان شغال كويس ولا عندي رؤيه. انا لا اشكك في اخلاص او وطنيه اي مسؤول في مكانه، لكن هي الفكره اذا اعتمدنا على الرؤى الشخصيه اللي انا شايف من وجهه نظري ان هو ده الصح ولازم يتعمل، قد يكون ما هو متاح بالنسبه لي ان هو صح هو خطا ويقينا خطا، لكن ده لعدم وجود رؤيه وبوليسي مكتوبه واراء اخرى وبوليسي مكتوبه. عشان خاطر انا لو عندي في وزاره النقل او التعليم او كذا في فيجن وميشن زي ما بنعرف مكتوب ان رؤية ورساله واهداف، وعندي عندي مكتوب ان انا عندي مطلوب مني في سنه 2050 ايه اللي مطلوب من قطاع السكه الحديد او من قطاع النقل البحري او قطاع النقل النهري، وبالتالي يبقى انا بيجي رئيس هيئه السكه الحديد او النقل البحري او الطرق يقدر يشتغل في اطار هذه الرؤيه والرساله زي ما حضرتك بتقول. اتغير بعد سنه وجي واحد مكانه هيمشي انا درست في النمسا كان في مثل ترجمته بالعربي بيقول يتغير العازفون والسيمفونيه واحده. صحيح. في نوته مكتوبه لو جه مايسترو معين او جه مايسترو تاني حضرتك هتسمع نفس النغمه، لكن هيبقى له بصمته لكن مش هيغير الخطه. البصمه دي بقى في سرعه الانجاز. بالزبط. في اختصار الوقت والتكلفه. دي بس دي السكيلز دي المهارات الشخصيه. انما عمره ما هيحيد عن اللي مرسوم. لكن اللي موجود عندنا في مصر انها اجتهادات شخصيه. أيوه. وجزر غير مترابطه وراي واحد. ما هي اجتهادات شخصيه، ما فيش اراء متعدده، ما فيش يعني بنك افكار. حضرت ندوات لبعض الوزراء كان بيجي الوزير في تخصصات ما يعني يقول لك انا جيت لقيت الدنيا خربانه وانا بحط رؤيه وبحط هدف. انا بسمع الكلام ده واقعد زعلان، يعني معناها انه لم يكن هناك مجهودات سابقه. ده طول الوقت يعني. ده اللي انا بقول لحضرتك بطلنا الحكايه دي بقى لنا سنتين ثلاث. ده الوزير كان بيغير حتى طقم المكتب الاساس، مش السكرتاري يعني، حتى الاساس يخاف لينقله للوزير الثاني. وبعدين كان عند حضرتك في القانون المشكله اللي كنت بقول لحضرتك عليها، كان عند حضرتك انه موظف الحكومه لو ضرب رئيسه بياخد 3 ايام خصم. ده اعتقد ان قانون الخدمه المدنيه دلوقتي هيتظبط. انا لا اعني بان قانون الخدمه المدنيه يبقى يعني سيف على رقبه الموظف، لكن كل واحد ياخد حقه يعني. بره وسيادتك اكيد سافرت وعيشنا بره ان اللي بيشتغل بياخد حقه ثالث ومثلث، واللي ما بيشتغلش ملوش حقوق. صحيح. ما يتظاهرش عشان ياخد اوفر تايم وياخد مكافاه وهو ما بيشتغلش اصلا. صحيح. لان انا عندي العماله اللي هي موجوده دي يعني اطورها، واللي يشتغل معايا يشيل معايا بما يرضي الله يشيله، اللي مش هيشيل هو موظف دولة يروح قطاع تاني. انا ما بقولش اقعده ببيته، لان يروح مكان تستفيد منه الدولة. مش عارفين نستفيد منه خالص. امكانياته بقى البسيطة، امكانياته البسيطة، كل واحد ربنا مديله امكانيات فكرية وجسمانية يقدر يشتغل بيها، فنوظف كل واحد لو هو عايز. ما هو ربنا هو بيدي لكل مواهب، لكن بالزبط. لو هو عايز. عايز اسال سيادتك تقييم حضرتك الاولي كده للحادثة بتاعت اسكندرية بتاعت خش دي. خطأ بشري. خطأ بشري، لأن هو الوزير قال لرئيس الجمهورية. أيوة في الاجتماع. أنا عايز أعرف تقييم سيادتك، إيه الخطأ البشري؟ إن الراجل بتاع الـ سيجنالينج، نظام التحكم في الإشارات، نظام ميكانيكي. ما بلغش ده أصلاً البتاع سواق القطر الأولاني العطلان، لو كان بلغ كان اللي جاي وراه وقف في منطقه خرشد في المزلقان واستنى زي ما بيحصل كتير. ده راي المواطنين. حضرتك السكه الحديد مقسمه بنظام البلوكات، ما بين كل بلوك والتاني مسافه بتبقى من في حدود من 3 ل 4 كيلو، فالمفروض ان ما يدخلش ما بين البلوكين دول غير قطر واحد. فلو القطر ده عطل معناه انه مش هيخرج من البلوك التاني. تمام. يبقى عرف
الملاحظ بتاع البلوك ده ان عنده مشكله. انا بتكلم على النظام اليدوي الميكانيكي اللي موجود دلوقتي، لو لكن لو الكتروني ده الدنيا هتبقى اسهل وابسط. بس اللي حاصل دلوقتي عشان نعرف يعني، فبيوصل ان دخل وما خرجش، ما خرجش يبقى ايه؟ يبقى واقف بشري من السائق بتاع القطر الثاني. لا، ما هو لما البلوك الثاني بيجي له ان الراجل ده ما خرجش، يبقى معناه ان هو حصل عنده مشكله، وقف او عطل او توقف عمدا. كويس. كل ده هيوصل ان القطر ما خرجش. كويس. فلما القطر يبقى اللي وراه ما يخش، يبقى سواء يبقى ملاحظ البلوك بيبلغ ان في مشكله وان القطر ده ما عداش، ما خرجش من عندي، فبيقفل في الـ في الـ في الـ في البلوك اللي هو قبل القطر ب 2 3 كيلو، بيقفل له البلوك. كويس. ما قراته من وسائل الاعلام، انا طبعا في النيابه العامه مشكله لجان وبتحقق. أيوه. ان تم يعني تشغيل الاشارات والسيمافورات، وكان في اشارات يعني بتقول له ان الطريق مغلق، ان الا ان سائق القطار القادم من القاهره اللي هو اصطدم بالقطار المتوقف تجاوز هذه السيمافورات ولم يهتم بالإشارات اللي موجودة، وفوجئ بالقطار اللي كان موجود متوقف. في القطار نفسه يا فندم حاجة اسمها الـ ATC اللي هو الأوتوماتيك ترين كنترول. الأوتوماتيك ترين كنترول لو كان مفعل، وده تحقيقات النيابة هتوضح ذلك، في حالة غلق السكة من خلال إشارات السيمافورات، في انتر أكشن، في تفاعل ما بين الجهاز دون وما بين نظام الإدارة والإشارات. لو الإشارة مقفولة الجهاز ده كان هيوقف القطر لوحده. كان هيوقف القطر لوحده لو انا مشغله. يبقى اذا مش صحيح ان لو انا معطل الجهاز الاشاره وشافها وما وقفش. لو انا عطلت الجهاز الاي تي سي ده، يبقى انا ماشي على مسؤوليتي انا، يعني انا بتحمل انا الريسك، لان مش هيبقى في تفاعل ما بين هذا الجهاز. واحيانا بيتعطل الجهاز ده عن عمد. ليه؟ لتجاوز السرعه، لان الجهاز ده لو الخط السرعه بتاعته 60 كيلو هو مش هيخليه يمشي 70. وبالتالي في بعض الخطوط بيعطلوا هذا الجهاز عشان يعني سائق القطار في ايده ان هو يعطل. بتحصل ان هم بيفصلوا الكنترول ده، ولو فصل الكنترول ده يبقى دلوقتي لو حصلت عندي ان السيمافور مدي اشاره حمراء، الجهاز ما يعرفش عنه حاجه، لان هو خلاص كانه يعني هو بيتحكم في القطار بشكل بشري وبشكل كامل. وفي الحاله دي يعني يبقى هو بقى الـ 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 الاشارات الضوئيه هو اللي بيتعامل معاها بشكل هل صحيح انه سائق هذا القطار هو صاحب كارثه المناشئ 2013؟ هذا ما قرات، وقيل اكثر من ذلك، قيل انه كان قائد قطار بضائع قبل ذلك، وهذا ان صح ذلك فهذا كارثه اخرى، لان معنى ذلك ان قائد القطار اللي بيعمل كارثه بنكافئه، يعني دي قصه ثانيه. يعني واحنا بنطالب كمان لحد ما يبقى عندي تطوير ومنظومه بالكشف الدوري والنفسي والجسماني على انا بقول النفسي والجسماني يعني على قائدي القطارات ومساعديهم، لان دي نقطه مهمه جدا. لا مش لازم يكون مخدرات، ان سائق القطار ده لو بيمشي مسافات طويله بدون وجود فترات راحه ممكن التركيز بعد فتره، الانسان برضه ما هو بشر يعني. انا بقول مش لازم، بس لازم احنا نحط نعمله على الطرق للقائد المركبات. انا كسائق ملاكي لو وقفوني وقال لي هنعمل لك اختبار مخدرات مش هزعل. بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا. متشكر لسيادتك، انت ادرت الحوار ببراعه وانا متشكر لحضرتك. لا العفو يا فندم، حياتك اللي نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل بكليه الهندسه جامعه عين شمس. بشكركم مشاهدينا، وان شاء الله بكره حلقه جديده في النور. تصبحوا على خير. شكرا. الحقيقة تبان.